بنت نور مثل عبده لا عبده وكفى تشوميلا شوميلا شوميلا يا جرى الله بن بريك السميخ مع المركز الرابع والمركز الخامس يصل هنا ويتدخل في هذه اللحظات هنا صحوة لعلي بن عبد الله بن علي العطية من يتواجد مع صحوة ولكن بن شعيل الرمزاني مع المركز الثاني الرمزاني مع ثاني المراكز ولكن بن شعيل مع زيارة ولكن الرمزاني مع الشاهينية ولكن بن شعيل مع زيارة الله يا زيارة بن شعيل عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل المري مع زيارة أسعد الله مساك يا بن شعيل المركز الثاني المركز الثالث كفو عبد الله بن عامر بن حسن النعمي ولكن زنوتي مع المركز الاول مع الاربعمية متر راسيوف وتابع الغادم بديع مسعود بن محمد بوشريدة العذبة يقدم لنا بديع ارى الاسماء الغادمة يصل معزز سيوف وتابع زنوتي وتابع بوشريدة ولكن سيوف بن قريع مع السلام مع التحية سلام تحية واحترام لمالك سيوف محمد بن بخيت بن قريع المري على فوز سيوف بالمركز الأول التوقيت الأفضل التوقيت الأجمل مع زيارة صاحبة الشوط الرئيسي هل يتحطم هذا التوقيت شوف وتابع القادم لا مع المركز الثاني مع أول نداء وتحدي واندفاع من القادمة هذه أيضا بشاير ناصر بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي وأيضا القادمة هناك سطر راشد بن حمد بن راشد المري ولكن حدث تتشبث بالمركز الأول بهذا الانطلاق الممتاز بهذا الحدث الممتاز الذي يحمل شعار بن عجب على المقدمة لكن دير بالك الأمور أيضا ما تطمن مع بشاير ناصر بن فيصل بن جبر الرمزاني نعيمي ولكن حدث سيطرت على الموقف منذ الكيلومتر الأخير تهانينا والناموس لمالك حدث منصور بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني المركز الرابع وصل الآن وانطلق على رابع المراكز سياب محسن بن علي بن راشد الهميمي المري المركز الخامس من طفله لكن نتحول إلى البداية إلى الثناء المتميز الله يا سلام من المتقدم البداية مع تلاب يا سلام يا بن عنتر على هذا العرض المتميز على هذا الانطلاق الأكثر من رائع تلاب عنتر بن محمد بن كردي بنت ويم المنخس مع المركز الأول المركز الثاني هنا موادع جابر بن حمد البريدي ولكن نعود إلى من صنع الفارق المستحيل مع البداية الأولى بهذا الأداء وبهذا التميز في أول أيام المحلي الثالث انطلاقة بن تويم يقدم لنا معزة مع الصدارة مع البداية سالم بن تويم سالم بن تويم المرية مع الأربعمية متر الله يلي وصلت يلي حضرت سيوف ناصر بن عبد الهادي بن صافية المري يقدم لنا سيوف صاحبة السجل الحافل لم تذق طعم الهزيمة هذه البكرة أعرفها جيدا صاحبة نقطة في الأسبوع الماضي بميدان الشهيد بدولة الكويت سلام بن صافية سلام يا المملكة سلام تحية واحترام لناصر بن عبد الهادي بن صالح آل جفران المرية
سعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي. يا سلام، هذا هو العرض الممتاز الذي يأتي بهذه الثقة الكبيرة. العصا في الأبطان جاء من حيث لا نعلم، والمركز الثالث شوف شعار بن صافية قادم مع انطلاقة ذخر ناصر بن عبد الهادي بن صالح آل جفران المري بن مهيرة وبن صافية. اللحظات الأخيرة ذخر وسياف وأيضا انطلاقة بن مهيرة اللي على المركز الأول سيطر حتى اللحظات الأخيرة مع المية متر الأخيرة التي تفصلنا عن الناموس. بن مهيرة وبن صافية اللحظات الخطيرة اللحظات المثيرة، ولكن خلاص قفل هذه الأمور اللي هو سياف سعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي. تهانينا وألتم مجريات هذا الشوط. الحذرة بن شفيع يحاول محاولات جادة، يريد الناموس يريد الانتصار. بن مهيرة الساعية. الحذرة يا سلام الله. بن مهيرة صامد صمود الجبال السود. بن مهيرة الحذرة بن شفيع يحاول الساعية. بن مهيرة سلام يا بن مهيرة، سلام الحذرة سلام. هنا كانت الحذرة صاحبة هذا الشوط جابر بن سالم سعيد الجربوعي. راشد بن بخيت الحميدي بن مقارح، من يتقدم هذه الأسماء وهذه الجموع؟ لكن وصل الشعار الخطير وصل الشعار المتميز، يريد أن يسجل النقطة الثالثة في هذا المساء الجميل. يتقدم الآن ويصل في هذه اللحظات مرور جابر بن علي بن سعيد الجربوعي. هذا الشعار المتميز الذي له حضوره المتميز دائما في الأشواط الرئيسية. يتقدم على ثاني المراكز ثالث المراكز اللي واصل، ولكن نتحول إلى بن مقارح من أنجز في هذا الشوط إنجازا مميزا كما أعتد له من هذا الشعار. منجز لمالك سعيد بن راشد بن بخيت الحميدي. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار بينما حل على ذلك. مع عبرت العبور سعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي ينطلق الآن، والعصا في الأبطان. زرياف على المركز الثاني، وهيلة على المركز الثالث، المركز الرابع من القادم أيضا، ولكن بن مهيرة لا يزال مسيطر والعصا في الأبطان. النقطة الثالثة في طريقها لعزبة بن مهيرة. العطية أيضا قادم، وأيضا بن قطامي مسرف قادم لا محالة، ولكن يا سلام تحركت عبور، عبرت عبور إلى الناموس إلى النقطة الثالثة إلى الهاتريك. سلام بن مهيرة، سلام لمالك العبور على هذا العرض الممتاز، على هذه النهاية أيضا الرائعة. عرض ولا أروع يا بن مهيرة، 10/10 على هذا المستوى الكبير. تهانينا والناموس المركز الثاني. الانتصار زينة لروحت والفي مايل تطرب الجمهور وتشوق الانباري، واسمها دعوه في مقدم لوايل. هارب انقدها على الناموس ضارية، ما قدا في سبقها قيل وقايل، سبقها معروفة ما خدت اجبارية. بن صافية اللحظات الاخيرة. الله شروة غصايب شروة وش سويت يا بن صافية؟ وش سويت؟ تهانينا والناموس لمالك شروة ناصر بن عبد الهادي بن صافية المري. من فاجأ الشوط إلى الصدارة وإلى المقدمة الشوط
الأول الرئيسية للقعدان الإنتاج بن طفلة بن طفلة بن نايفة بن نايفة. ياهو شوط سلام يا بن نايفة سلام سلام يا صاحب سلام سلام. هنا بن نايفة يختم على هذا الشوط ويريد أن يذهب السلامات إلى شعور بن نايفة، ولكن نرى القدوم، نرى الدخول، نرى هنا هملول بننديلة شعار بيضان، شعار بيضان قادم، شعار بيضان، ولكن بن نايفة سلام، بن نايفة سلام، سلام لسراب سلام. مبارك بن عبد الهادي بن محمد مبارك بن نايفة المري. اللي واصله واللي قادم العفريت بخيت بن علي بن بخيت المقارح، ولكن نتحول الى البداية الاولى لهذا الفارق الكبير. تسجل الفارق لكن وصول وقدوم، وصلت الوضوح ليتضح المركز الثاني. الله يا سلام على قدوم الوضوح، علي بن محمد بن عبد الله العطية ايضا شوف اللي واصله اللي قادمه. ياهو شاطرس عبد الله بن خميس بن سعيد ال محمد، لكن الله يا الصعاق انطلق الصعاق الان على ثالث المراكز إلى المركز الثاني. يا سلام يا الصايلة منصور بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق، الله يا الصعاق، يا سلام عليك يا الصعاق على هذا الانطلاق وعلى هذا التسلل، فتهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار لشعار الصعاق من انتزع هذا الشوط بينما حل على وشوف لبيب حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق قادم على المركز الثالث، يبحث وينقب تنقيبا عن النقطة الثانية على التوالي. لبيب قادم، انطلق لبيب، تسلل لبيب، حرك لبيب، بنديل على المقدمة لا يرضى أبا إلا وأن لا يسلم المركز الأول، ولكن الصعاق، الصعاق وصوغان، صوغان وصعاق والأمتار المثيرة، ولكن لبيب، لبيب غير، لبيب نقل إلى صدارة هذا الشوط. حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق، صوغان عاد مرة أخرى مع التحديات الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، إذن المركز الأول والصدارة كانت مع مالك صوغان علي بن محمد بن علي بن محمد آل نديلة من أبى إلا و... نعود إلى نوضة، نوضة على الصدارة، نوضة على المقدمة، يصل بن جهويل، تصل سردة، سردة بن جهويل قادم، الجذابة الجذابة، ناصر بن علي بن حمد، آل بريص المري، تصل الجذابة، تصل الجذابة، تغير مجريات هذا الشوط إلى الصدارة وإلى المقدمة. الجذابة الجذابة سلام يا الجذابة سلام، ناصر بن علي بن حمد آل بريص المرية، هنا تأتي الجذابة بالرمق الأخير وتغير مجريات هذا الشوط وتكون خاتمة هذا الموقف وهذا الشوط باسمها. سلام يا آل بريص سلام، ثاني المراكز. شوميلا شوميلا شوميلا.